بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا أحبابي، هذا الفيديو عبارة عن جواب للسؤال من أحد طلابنا في الجرافيك ديزاين: كيف أخذ صورة من الماكس مع ظلها وانعكاسها فقط بدون خلفية وأضيفها على أي صفحة على الفوتوشوب؟ ممكن تكون ويب بيج للصفحة اللي عندنا هون للفيرنيتشر بيس. بكل بساطة حندخل على برنامج الماكس، ومن خلال برنامج الماكس حنعمل العملية البسيطة التالية. بداية، قطعة الفيرنتشر اللي عندي هاي هي عبارة عن صوفة، حيكون في عليها تحت منها بلين، تحت منها بلين أرضي، وعندي إضاءة اللي هي دوم اللي هي نصف الدائرة، نصف الدائرة الدوم. ولو رحنا على موديفاي هلاحظ إنه داخلها صورة اتش دي ار اي، صورة اتش دي ار اي بهالطريقة. وهذا الشيء شرحناه سابقا. الآن حنركز بس على كيف أطلع القطعة هاي من برنامج الماكس بدون خلفية. الأرضية اللي عندي هون عبارة عن أرضية حتاخذ الظل والانعكاس بشرط حاعطيها ماتيريال بداية، وهي الماتيريال ماتيريال فيري ام تي ال، واعملها دراج على البلين الارضي. ممتاز، بدي فيها انعكاس. الاسود ما في انعكاس، ابيض على الاخر في انعكاس، انعكاس قوي جدا بالجلوسنس، نعطيه 0.8. تمام. الان القطعه اللي هون حتكون عباره عن قطعه ارض عاديه بلين، لكن اذا كبست على الكبسه هون، هون السر. هاي الكبسه شو بتعمل؟ بتعمل شادو كاتشر للاوبجكت، يعني بيطلع من الاوبجكت، ما بيطلع الاوبجكت، بيطلع بس الشادو والانعكاس اللي على الاوبجكت. اصلا لما عملت شادو كاتشر رايت كليك، لو دخلنا على في ري بروبرتيز، مش اوبجكت بروبرتيز، انتبهوا، في ري بروبرتيز، حلاحظ انه فعل لي المات اوبجكت، وفعل لي الشادو والالفا والريفليكشن. فهاي الامور تتفعل كامله، اما عن طريق اني ادخل مباشره على فيري بروبرتيز وافعلها مانيوال، او بكل سهوله وبساطه اكبس على الكبسه اللي هون. الان لو رحنا على السي وحددنا السايز، السايز اللي عندي هون لاحظوا انه لازم يكون مناسب جدا للمكان اللي حيكون فيه داخل برنامج الفوتوشوب. فانا ما بدي اعمل حجم كبير رندر بالاخير اصغره، فبكون ضيعت وقتي على الفاضي. فافضل طريقه اني اروح على المنطقه اللي هون، نعمل كنترول دي واختار سيليكشن جديد. محتاج الديزاين يكون بهالمنطقه هاي بالضبط. فهذا هو السكيل تبعه، وهذا هو السايز تبعه بشكل عام. فممكن اعمل كنترول سي كنترول ان بشكل سريع، بحكي لي قياسه 670 500 ب 600 670 ب 600 تقريبا 100%. حروح على الماكس واعطيه الحجم هذا عن طريق رندر. الان حروح على كومن واعطيه السايز 600، هاي 700 600 كافي، هاي 600. ونعمل زوم اوت خفيف بالكاميرا، ليه؟ لان انا محتاج اني اشوف الظلال هون في الموضوع. والدايمنشن عباره عن لاين، اوكي، وتكست تكست بسيط عن طريق اللي هو التكست الموجود في الاشكال الخطيه، واعطيته اكسترود بسيط، وخلفه بلين بسيط عشان يكون واضح بدون ما يتأثر بالخلفية اللي عنده. نحاول نحطه بالنص بالضبط، ونعمل الآن رندر. مباشرة رندر بلش يرندر، طبعا الديفولت تشويس ما غيرت شيء بالرندر سيت اب، مباشرة الرندر. لاحظوا انه في انعكاس وفي ظل كمان، المنطقة السوداء اللي هون ظل، وهي منطقة انعكاس، وجدا جميل انعكاسه، جدا جميل انعكاسه. الآن إذا سيفت الصورة هاي مباشرة كجي بي جي يكون ما استفدت شيء، لازم اسيفها بي ان جي. ليش؟ البي ان جي فيها شفافيه، وعشان استغل الشفافيه هي المات اللي اخذناها من الكبسه اللي هون. لو رحنا الان على الالفا حلاحظ انه الابيض اللي حيتسيف معي من خلال حفظها بصيغه بي ان جي. ضروري كل تعبك يقدر اذا سيفتها بي ان جي، ما سيفتها بي ان جي حتروح عباره عن صوره عاديه مع الباك جراوند، وهذا الشيء احنا مش محتاجينه. فلازم تكون بي ان جي سيف. ننتظر شوي لتخلص ونكمل مع بعض. والان انتهى الرندر، حنلاحظ انه الالفا اعطاني الظل مع الانعكاس، وهو حيكون محفوظ داخل البي ان جي. الان حمل سيف، حاطي مكان لوكيشن وسميه صوفا، ولازم يكون ضروري بي ان جي. انتبهوا، سيف يس، واروح مباشره على برنامج الفوتوشوب. كانسل، كنترول دي عشان اطلع من السلكشن، اعمل سلكت القطعه واعملها ديليت.
اختار فايل اوبن، واختار نفس الصوف اللي عندي واعملها دراج مباشره داخل الديزاين. اوكي، هاي الديزاين اللي عندي حطيته، اخذت السايز بالضبط على الحافه، فتقريبا يعني عندي بروز بسيط، هو مش حيبين، بس ممكن اعمل له كات في المنطقه اللي هون ديليت. بالحاله هاي حنستغل البرزنتيشن الخاص في الجرافيك عن طريق ريندر الماكس، وريندر الماكس فظيع جدا وبعطي رياليتي واقعيه جدا. كل توفيق لحبايبي، وانا ان شاء الله في خدمتكم باي شيء جديد، ترقبوني. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم جميعا.